طبعا بقى لما اجي ارحب براجل ملحن شاعر غنائي زملكاوي بقاله 3 4 5 6 7 ايام خمسه فوق خمسه في عينين اللي ما يصلي على النبي، عزيز شافعي. ازيك يا عزيز؟ كل سنه وانت طيب وسنه جديده سعيده عليك قادر يا كريم وعز الزمالك. مساء الفل يا استاذ يوسف، وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الفل وضيوفك المحترمين طبعا الاستاذ رامي طبعا وحبيبي الاستاذ امجد، مصطفى حمدي في الكنترول برضو، اصدقائي الاعزاء كله يعني موجود. مبسوط ان انا معاكم قبل بدايه السنه الجديده. والله العظيم احنا مبسوطين بيك اكتر. تاتش وود ما شاء الله، نجاح مذهل مع روبي، نجاح مذهل مع عمرو دياب. الحمد لله. انت بتعمل ايه يا عزيز؟ اشكرك والله. انت بتعمل نعم؟ ايه؟ انت بتعمل ايه في سوق الغناء او في صناعه الغناء في مصر؟ والله انا زي ما انت عارف طبعا انت راجل يعني عشره كبيره وصداقه و انت حبيبي والله ربنا يعينك. انا بحبهم جدا جدا وفرصه ان انا اقول لك الكلام ده يعني. يا حبيبي ربنا يكرمك. انا بشتغل تقريبا من سنه 2002 في المزيكا. صحيح. فاللي بحاول اعمله لو في حد بس بيتابع بالظبط اللي بدا من ساعتها لغايه دلوقتي هو نفس الحاجه. انا عندي نفس الطابع الموسيقي، ساعات المزيكا بتبقى مش عندي وساعات بتجيلي. هو تصادف ان اخر 5 6 سنين الحمد لله قدرت ان انا الحاجه اللي بقدمها توصل للناس وتعجب الناس وبتمنى يعني اواصل. عزيز ده تواضعك المعتاد، انت عارف انك عامل زلزال في الصناعه، بس الزلزال الحلو. احنا بقالنا اسبوع كل الناس بتتكلم تاتش وود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عن عزيز الشافعي. الحمد لله الحمد لله. انت بتعمل ايه؟ جدا وتشرفني. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بيجي على ذهنك يا عزيز وانت بتكتب وانت بتلحن؟ بقول لك اسبوع او والله اكتر، والله من ساعه 3 ساعات متواصله من غير فاصله وصولا والله بيجي على ذهني كل خير، بس انا بتحكم في اللي بيجي في ذهني، بس انا ما اقدرش اتحكم في اللي بيجي في اذهان الناس يعني. مما لا شك فيه التفتيش في النوايا زي ما انت عارف قريب قوي لمحاكم التفتيش بتاع زمان في اوروبا دي، يعني ما احبش انها تبقى موجوده في مصر. احنا دوله عندها جذور ثقافيه وعندها ارث قوي جدا من الابداع وحريه الابداع والثقافه في السينما وفي الدراما في الاغاني. انا منطلق من هنا، انا بكتب زي ما كان بيكتب الشعراء الكبار مرسي جميل عزيز وحسين السيد واحمد شفيق كامل وكل الناس القويه دي. الله وبلحن برضو كتلميذ للملحنين الكبار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي والموجي واساتذتنا. بحاول ان انا ابقى في الخط ده وبحاول اقدم حاجه انا مقتنع بيها وبحبها وشايفها انها هتزود المحتوى الغنائي في ظل المنافسه الشرسه مع الوان تانية او جونرا تانية من المزيكا. منافسه طبعا قويه جدا، فبنحاول ان احنا نكون موجودين بالاغاني بتاعتنا. عمرو دياب قعد لفترة كبيرة الكم سنة اللي فاتوا أغاني فرايحي قوي قوي، وبعدين رحت انت واخده بقى مرجعه لعمرو دياب بتاع زمان، صح ولا ايه؟ لا مش انا لوحدي، انا والزملاء، وهو عمرو دياب على مدار تاريخه الغنائي الحافل وبعتبره من اهم المشاريع الغنائيه في طبعاً. في الشرق الاوسط ما فيش انكار 30 40 سنة، ويعني عملاق في الصناعه. صناعتنا احنا دلوقتي واقفه وسنده على عمرو دياب بكل صراحه، ويعني ما اعتقدش ان في حد هيخالفني. هو مع الدفه وبيشوف السوق الغنائي محتاج لايه وبيبدا ينفذ البوماته او اغانيه في الضوء ده. احنا كمان عندنا برضو بنفكر ونشوف ايه اللي ممكن نعمله ونبدا نقترح عليه كلنا وعلى طبعا المطربين التانيين زي حمائي زي تامر حسني زي بهاء سلطان زي شيرين، المطربين الكبار بتوعنا، ايه اللي ممكن يتعمل علشان خاطر نحافظ على المشروع الغنائي اللي احنا يعني بنمثله دلوقتي او الساحه اللي احنا بنمثلها دلوقتي. صحيح. عزيز انا مبسوط قوي اني سمعت صوتك، وكان مهم عندنا ان احنا نقول لك كل سنه وانت طيب، ومهم عندنا ان احنا نهنيك على النجاح الرائع. الحلقه اللي هتبقى سريه كده، وكل سنه وانتم طيبين، كل المصريين بخير والعرب حبيبي، ورب 24 تبقى سنه خير على الفن المصري وعلى مصر في كل النواحي وعلى غزه ان شاء الله. امين. وعلى غزه وعلى السودان وعلى لبنان وعلى ليبيا وعلى سوريا وعلى العراق وعلى كل الانسانيه، ونشوفك قريب يا عزيز
يشرفني والله. أنا اللي أتشرف، ربنا يخليك يا رب. حقيقي ألف شكر ليك ملحننا وشاعرنا الغنائي الفنان الرائع، رجل صناعة حقيقي في الأغنية العربية عزيز شافعي.